بالله العظيم واخد حقن عشان اروح استاد السلام ده اللي غرقوا ميه النهارده، وانا ملعبي زي ما الراجل قال استاد القاهره، قال لك هتروح غصب عنك استاد السلام. يعني يا جماعه الجماهير اللي هي اساءت للنادي الاهلي واساءت لمصر، اللي اتحسبت على الاهلي وشوهت شتمت الجيش والشرطه ورئيس الجمهوريه، تعمل غلطه في استاد القاهره، انا اتعاقب اروح استاد السلام؟ وجمهوري النهارده كان جمهور طبعا جمهور الاهلي الحقيقي محترم، جمهوري النهارده محترم ما غلطش غلطه برغم ان فريق يعني هو الاهلي راح استاد القاهره والوزير قاعد تاني قاعد جنب الخطيب وفرحان انه قاعد جنب الخطيب وبيتشتم رئيس جمهوريه مصر المحترم وبيتشتم وشاء الجيش والشرطه وهو ضحكته جايبها من الودن دي للودن دي. والنهارده الزمالك عامل يفط لرئيس سيسي تأييد للرئيس السيسي، دولاد الشباب عاملينها في المدرجات، مفيش غلطة واحدة الماتش اللي فات الأهلي غالب واتشتم الرئيس، واتشتم رئيس الشرطة، والسيد الوزير ما يمشي، والنهارده آخد حقنة، دكتور جاي إداري حقنة عشان أقدر أروح لسيد السلام اللي في آخر الدنيا دون، وما يجيش خالد عبد العزيز، لأن الزمالك بقى ابن البطة السوداء، خلاص؟ أنت بتركب عليا النادي الأهلي ليه يا أخ خالد؟ تمام؟ أنت بتسألني بقى بتقول لي إيه المشكلة النهارده اللي حصل؟ مشكلة النهارده إحنا صحينا النهارده الصبح لقيت أضيات الصحفيين والقضاء وظباط الجيش وظباط الشرطه جهاز مركزي المحاصرات 16000 عضويه اقسم بالله يولعوا فيكم والله طب الراجل فيكم الغيها انا مش هلغيها وجمعيه العمال اللي جاي هعرض الادوات دي عايز تلغي اروح تلغي 500 صحفي ليه يا خالد؟ كل ده عشان العتال عايز تلغي اكتر من 6000 ضابط الشرطه و6000 ضابط الجيش ليه؟ عملنا لك ايه الانتقام ده؟ مين الواد ده؟ قول لنا السر ايه السر؟ اشتكت لي رئيس مجلس النواب المحترم علي عبد العال وجرجرت لي وديت له عنده طبعا راجل محترم وجايب الواد معاك في عربيتك واشتكت لي مؤسسه الرئاسه عشانه واشتكت لي عند السيد وزير الداخليه عشانه قول لنا السر يا اخي عايزين نعرف عشان نستريح هو في ايه؟ ولد مزور مش عضو في النادي مش هيقعد معايا لو سمع طبعا اعمل 100 حصار اقتصادي خلاص وما جاش النهارده الماتش برغم انا يمكن يكون جالي التهاب رئوي يا استاذ وجدي لانه انا تعبان الدكتور قال لي ما تتحركش ما تخرجش النهارده بقى الجواب الجديد ايه بقى؟ قال لك لا احنا عايزين نشوف الاعضاء الاستثنائيه بقى كلها هو انا كل يوم ما تسالش عليا هو انا شغال عندك؟ انا شغال عندك انا مش عارف ليه ولا اقعد منك انت جيت لقيت عندي 205 مليون وقف تدي اعمل لي تمثال عملت نادي عالمي تعمل لي تمثال قول لنا ايه السر انك تحاربنا الماتش بتاع النهارده سيبنا وتامن بالله امنت بالله اللي بيقول لك النادي الزمالك فيه فلوس كل اللي اتدفع ده ال 40 مليون وفلوس الشناوي قبل اللجنه ما تيجي لما جت اللجنه واقسم بالله العظيم ما عارفين ندفع فلوس طارق حامد ويقدر طارق حامد يمشي خلاص النهارده اللعيبه لما تحس ان بقى لها اسبوع ساعه ما جت اللجنه اللي خدت مكافآت الفندق يا بيه ما غلاش فلوس للفندق انا اللي دافعها من جيبي كتر خير الحكام بالطيران انا اللي دافعه من جاري يبقى انت يا حسن يا اللي موظف عند الوزير ما تساويش 3 مليم تدفع من نادي الزمالك 60 مليون جنيه بشيكات انت بتطلعها انت اللي بتمضي عليها خلاص انت تم تطلع شيكات من غير توقيع من الصندوق ورئيس النادي او النائب بتاعه بتطلع 60 مليون جنيه ورئيس النادي ومجلس الاداره مش عارفين يطلعوا 10000 جنيه الفندق وعايزيننا نقعد وعايزين اللعيبه تلعب طبعا احنا في كارثه اه طبعا يا رئيس الوزراء سعاده مصطفى الزمالك في كارثه يا سعاده عبد العزيز بيدمر الزمالك بقول على مسؤوليتي واي حد تاني يكلمني من الدوله اقول له اسف يا سعاده مصطفى انا امبارح وافقت اقعد مع سيد يا سعاده مصطفى والراجل بصراحه متان ادب والاحترام اعتذر والقصه خلصت الاخ خالد عبد العزيز قلت لي دعيته دعيته تمام انما يجي لمين؟ يجي للرعاع لا الزمالك مش رعاع الزمالك من اسياد الناس قناة الزمالك يا ابني انت الرئيس الشرفي بتاعك الملك فاروق حاكم مصر صح خلاص يا استاذ الفاضل يا احنا في كارثه يا سعاده المصاب والله العظيم في كارثه قول لي بقى عايز حد يسالنا انا طب انا مستفيد ايه؟ يقول لي انا مستفيد ايه؟ انا راجل بتاعهم مين هيديها لنا؟ حسن الاخ اللي اسمه حسن خلف اللي مستثمر في النادي الاهلي بيقول لك اعظم نادي في الكون خلاص هو اللي بيصرف على نادي الزمالك ويفتح هو دلوقتي امين الصندوق يفتح الملف كده يلاقي 40 مليون جنيه مكتوبين عبد الله السعيد يقول لهم روحوا ده دفع 40 مليون الواد ياخد 80 خلاص جه احمد فتحي اقسم بالله قبل ما يمضي بساعه واحده قال لهم ده طالبين فلوس لاحمد فتحي راح قال لهم احمد فتحي عايز كام؟ 15 دول 30 ده احنا بنتدمر يا خالد
انت بتنتقم منين؟ عايز تنتقم مرتضى؟ خليك راجل، انا راجل وانت راجل، ابعد عن الزمالك. انما اللي بيتضرر رئيس الزمالك والاخ اللي طيب داخل المستشفى يقول لك والدوله مالها؟ هو خالد ده مش دوله؟ ها؟ والتاريخ حضرتك يا استاذ وجدي بيتكلم عن تاريخ ممدوح عباس في النيابه بقاله سنه. بقاله سنه. وممدوح عباس بعت مذكره بيقول لك المدعو مرتضى منصور بيقول ان تقرير اداره استثمار 180 مليون ده النائب العام حفظه. انا لغايه دلوقتي مش مصدق هذا النائب العام محترم هيحفظ اهدار مالها مستحيل اعمال عام. ده انا عندي جواب الممنوع بس بعته جهه الاداريه بيقولون كده النائب العام حفظه. لا يا جماعه لا لا، وانا بقعد احرق دمي ضغط وسكر ليه؟ عشان مين؟ عشان الجماهير المحترمه، عشان اعضاء جماعيه هم اللي اديني 27,000 صوت. بس انا يا جماعه مش طرطور، خالد عبد عايز طرطور، انا مش طرطور، ما ينفعش انا اشتغل طرطور. مش ممكن يبقى في النادي مجلسين، مجلس منتخب ومجلس، يا ريته حتى جاب ناس اعضاء جمعيه عموميه، عارف لو جاب اعضاء جمعيه عموميه؟ ده انت يا راجل اتحاد الكوره صدر حكم بحله يا خالد، خوف تتحله، صدر حكم بحل النادي الاهلي، خوف تتحله. تمام. انت مش شاطر على الزمالك؟ التاريخ ما بيرحمش يا استاذ خالد، وانا النهارده عملت اللي عليا وبعدين عيتك، ما جيتش. ونتيجة النهارده لا يتحملها لا حملها الايهاب، ده قبل لسه كاسب فريق اقوى من ده 4 مرات 4-1 طبعا، وقبلها 3. لا يا باشا، ده بحمل لعيبه ولا بحمل مدربين، انا بحمل النادي دلوقتي في مجلسين، مجلس في ايده السلطان بالفلوس ومجلس على السراطير، واحنا مش سراطير. انا مش طرطور ولا بص النائب بتاع المحترم، مش ابن تاجر المخدرات المحترم، نائب رئيس مجلس الدوله مستشار احمد جلال، امين الصندوق ده الاستاذ بتاع وزير الماليه، استاذ المحاسبه في مصر كلها، خلاص دكتوره شريف الفار استاذه في جامعه عين شمس كليه علوم، لو علاء مالك ده كان راجل مدير مباحث، المهندس هاني زاده راجل مهندس محترم، الكابتن اسماعيل يوسف كابتن مصر، لا احنا محترمين قوي يا استاذ خالد، اوعى تستقل بينا. وبعدين احنا نتفرج على لجنه ولا اديني مصروفي كل يوم يقول لك قول لي مصروفك كم، وانا قدام رئيس النيابه لما جه ناس محترمه، رئيس النيابه اعتقد محمد عبد الله محمود محمد عبد الله ورئيس نيابه ثاني اسمه ابو الخير، لما جاب لي اللجنه بالليل انا سالت سؤال واضح، سالت رئيس النيابه، بحترم النيابه لان كنت راجل منهم، انا 10 سنين في النيابه، حضرتك اللجنه دي دورها ايه؟ قال لي بالحرف كده، قال لي دورها حضرتك تجتمع مجلس ادارتك وتاخد قرارات الاسبوع لو لقوا حاجه غلط يقولوا، تنظم مواضيع في اللائحه الماليه، ما عنديش مشكله اتفضلوا. تمام، انت جاي تلاقي الفلوس وحسبت الفلوس لقيتها زي الصالات، حضرتك قاعد عندي ليه؟ حضرتك عرفني ليه؟ حضرتك مين؟ عشان تبقى عشان قاعد عمال تاخد اسراري وتديها للنادي الاهلي في الصفقتين اللي انت بوظتهم. وجاي النهارده لعيبه عرفت انه ما فيش فلوس للمعسكر ولا في فلوس للحكام ولا فلوس طيران حكام، وان رئيس النادي هو اللي بيدفع الكلام ده دلوقتي، عايز اللعيبه تبقى مركزه؟ لا ازاي؟ شكرا يا خالد عبد العزيز واي حد في الدوله يا معالي المستشار اللي مرتضى يا معالي المستشار، لا من فضلك انت يا معالي المستشار، ما هو فوق طاقه البشر، هي هو مش حد بيحب مصر الا انا، بس هو بيحب مصر شويه يا معالي المستشار، زي ما انت قلت يا استاذ الفاضل، مشكله الرئيس الجمهوريه قبل الانتخابات كلنا عايزين ننزل، الشعب كله ينزل يقول ايوه نعم، لان 30 يونيو كانت ثوره حقيقيه، ما كانتش انقلاب زي ما بيقولوا الخونه في تركيا وقطر، لا كانت ثوره حقيقيه. الشعب نزل واستجار بالجيش وقائد الجيش استجاب، كان ممكن يقول لك انا مالي، تمام؟ ما خلي الاخوان محتلين البلد، لكن هو حط رقبته على كفه هو وزير الداخليه محمد ابراهيم وظباط الجيش والشرطه ونزلوا حموا الشعب وخلاص. خلاص يا استاذ الفاضل، فريق اليد اللي كسب الاهلي من 4 ايام راحوا في ميكروباص وكل واحد اللي عنده عربيه راح في عربيته، اللي بتوع السله ما لعبوش الماتش بتوع الناشئين ما معهمش فلوس، احنا في كارثه يا بلد، فوقي الزمالك كبير يا خالد اكبر منك، واي حد في الدوله يسمعني يرد عليا في اللي انا بقوله، احنا مش بنهوهو، احنا بنقول كلام حقيقي موثق في ورق، الشرفه بيتحاكموا واللي دمر النادي في مليار بيدوله فلوس، يا نهار اسود بيدوله فلوس، يعني هو عليه مليار وبيدوله يقول له خدوا النبي والنبي خد كمان 7-8 مليون. يا استاذ وجدي القصه بقى ماشي، الزمالك انا بعتبرها امن قومي مصري، جمهور الزمالك 40 مليون وكلنا واقفين ورا الرئيس بتاعنا وبنحبه، انما زي ما قلت في غضب، في غضب والغضب له حدود، الغضب له حدود يا خالد، والناس دي لو نزلت الشارع هتتحمل انت المسؤوليه، وانا بقول لجمهور الزمالك اكتم غضبك وغيظك
وعايزين نعدي المرحله دي لغايه ما الرئيس تخلص انتخاباته وكل واحد يتحاسب. تمام. وهنتحاسب معاك حساب عصير. فين حسن صار؟ راح فين؟ مزبله التاريخ. في مزبله التاريخ لا يجرؤ ان مصر يمر قدام بابنا الزمالك. لا يجرؤ. انا في النهايه بقول لك تاني ارفان يا معلم مصطفى يا معلم مصطفى وهنتحمل لغايه الانتخابات ما تخلص وان شاء الله باذن الله. لان انا امبارح في اجتماع مع الناس المحترمين في الجهه السياديه، ناس متقنه ادب والاحترام. ان شاء الله.